في مقابل ذلك، انتقد محللون وجود خلل كبير في السياسة المالية للبلاد، مؤكدين أن التدخل المباشر لصندوق النقد الدولي سببه توقف الإنتاج المحلي والتخبط الواضح في الموازنة. اليوم أصبحت مديونية العراق أكثر من 100 مليار دولار، فهذه ال 100 مليار دولار ديون داخلية، ديون خارجية، ديون لصندوق النقد الدولي، لو قسمناها على 30 مليون إنسان عراقي لأصبح كل مواطن عراقي هو مطلوب 4000 دولار. يعني اليوم نحن نحمل أبناؤنا والجيل القادم ديون ليس لهم وزرا فيها، ليس لهم أدنى. لذلك أنا اليوم فرضا عائلتي تتكون من 5 أبناء ولدي بنات في الابتدائية، حتى أطفالي أنا وزوجتي وأطفالي 5 نفرات في 4000 دولار مطلوبين 20000 دولار. اليوم كل مواطن عراقي مطلوب أصبح بسبب هذه السياسات المتخبطة، هذه السياسات الفاشلة. البنك الدولي يعرف كل فقرات وحلقات الاقتصاد العراقي، ويعرف احتياطي الاقتصاد العراقي ناخذ، ويعرف بأن الموازنة العراقية لا تلبي طموحات الشعب العراقي، كلها موازنة تشغيلية وليس استثمارية. بل وأضافوا على الموازنة التشغيلية المفصوح عقودهم، أضافوهم، وكذلك بدأت التعيينات واستثناءات بالتعيينات، وهذا مخالف لشروط البنك الدولي.